لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته، مرحبا بكم في الفيديو الجديد من قناة عالم رقية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم قرشة ملحين، وليكم المقادير 700 غرام طحين الفرس، خمارة واحدة، بيضة واحدة، ثلاثة الفرماجات، ياغوت واحد طبيعي، ربع كاس زيت، كاس زبدة مذابة، كاس الماء، كاشير محكوك، فرماج محكوك، ملعقة صغيرة الملحة، ملعقة صغيرة سكينجبير. دابا ان شاء الله غادي نخلطو المكونات كاملين. بسم الله، غادي نضيفو الطحين. نرى بيضة، ندير هادشي كامل في خطرة واحدة، ثلاثة الفرماجات، ياغوت طبيعي واحد، ملعقة ديال الملح، ملعقة صغيرة، ملعقة سكينجبير، ملعقة صغيرة، ربع كاس زيت، كاس زبدة مذابة، وغنجمعوها بالماء ان شاء الله، وغادي نجمعوها مزيان، وغندلكوها مزيان العجينة ندلكوها، وغادي نديرها في الثلاجة مدة نص ساعة. العجينة ديالي بعد ما دلكتها مزيان غادي نديرها في بلاستيك غذائي، وغندخلها في الثلاجة ترتاح مدة نص ساعة. العجينة ديالي بعد ما ارتاحت لينا نص ساعة في الثلاجة، غادي خرجتها قسمتها على ثلاثة. غادي نطلق الكره الاولى مستطيل، غادي ندير فيها الفرماج، وغادي نروليها، وغادي نوضعها في الثلاجه ترتاح، وغادي نورق الكره الثانيه عاوتاني نفس الشيء، ندير فيها الكاشير، وغادي نديرها حتى هي في الثلاجه، وهذه غادي نطلقها نخليها عاديه. هنا كنورقو مزيان، نكبتوها، ها هي العجينة ناجحة. كنتمنى تجربوها، راه ساهله ما فيهاش بزاف ديال المقادير. ما فيهاش بزاف الصعوبات. دابا غادي نرشوها بالفرماج. بسم الله، نرشوها مزيان، كتجي بنينة بديدة. كنتمنى تجربوها. دابا غادي نروليوها،
غير شويه. نخرجوها مزيان. الكرة ديال الثانية طلقتها، وغادي ندير فيها الكاشير ونروليها ونحطها هنا تبرد. هيا غادي نروليها ليها. كنزير مزيان، كنقدوها مزيان، وكنحطوها تبرد في الثلاجة لمدة 10 دقائق. الرولو ديالي بعد ما ارتاح 10 دقائق في الثلاجة، غادي نقطعو قطع صغيرة، غادي نديرهم في الطاوة ديال الفران إن شاء الله، وندخلهم الفران يطيبو مدة 20 دقيقة. الفران ديالي بعد ما قطعتهم حطيتهم في طاولة الفران، وغادي ندخلهم يطيبو ونتلاقاو في التقديم إن شاء الله. قريشلات بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو بهاد الشكل. كنتمنى تجربوهم، راهم لذاذ، وما تنساوش تشاركوا في القناة.